النهارده هنتكلم على الجوتر. الجوتر باللاتيني معناها جتر، جتر معناها ثروت، يعني ثروت يعني هو الزور نفسه. فكلمة جوتر معناها ثروت، ده ترمينولوجي، ولكن الديفينيشن معناها ثيرويد انلارجمنت. هي حقها اني ثيرويد انلارجمنت، لو كان نديول او لو كان او كان كل جلاند انلارجمنت بنسميها جوتر. تايبس اوف جويتر بنقسمها الى سمبل جويتر وتوكسيك ونيوبلاستيك جويتر وانفلاماتوري. سمبل جويتر معناها ان هي نون توكسيك، يعني تي 3 وتي 4 نورمال. توكسيك جويتر معناها ان تي 3 وتي 4 عاديين. نيوبلاستيك جويتر معناها ان هي فيها تيومر بناين او مالجنت. وانفلاماتوري جويتر معناها ان في انفلاميشن اكيوت او كرونيك او سبيسيفيك او نون سبيسيفيك وهكذا. يبقى دي لما نيجي نتكلم على التايبس اوف جويتر، هنتكلم اول حاجه على السيمبل جوتر. واحنا بنقول سيمبل جوتر معناها نون انفلاماتوري ونون نيوبلاستيك ونون توكسيك انلارجمنت للثايرويد جلاند. اهم حاجه في الثلاثه دول ان هي نون توكسيك، يعني تي 3 وتي 4 دول نورمال. الايتيولوجي بتاعنا احنا اتكلمنا امبارح وقلنا زي تي 3 وتي 4 بيتكونوا، اهم حاجه اللي هو الايودين. فلو حصل فيه ديفيشنس في الايودين بيعمل لي توكسيك، بيعمل سيمبل جوتر. ازاي؟ اولا نشوف الاول الايودين ديفيشنس، لا اما يكون ابسوليوت لا اما يكون ريلاتيف. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني معناها ان الكميه اللي الانسان بيحتاج لها دي مش موجوده، زي حاله اللي بيحصل في الواحات. عندنا في الواحات عندنا ما فيش فيه ايودين، وبالتالي بيحصل فيها حاجه اسمها انديميك جويتر، لانها موجوده اكتر من 10% من السكان عندهم الديزيز دي، اسمها انديميك. فده ابسوليوت ديفيشنس. لكن الريلاتيف معناه ايه؟ معناه ان النورمال ايودين، العيان بياخد نورمال ايودين عادي خالص زي الكميه العاديه خالص بتاعته، ولكن اتعرض لستريس فبيضطر يحتاج الكميه اكبر، ما بياخدهاش الكميه الاكبر، فبنقول ساعتها ان في ريلاتيف ديفيشنسي في الايودين. يبقى اول حاجه الايودين ديفيشنسي. بعد كده الانزيم، احنا قلنا المره اللي فاتت ان لازم يحصل اوكسيديشن للايودايد الايودين عن طريق البيروكسيديز انزيم. هنا لو حصل الانزيم ده مش موجود او قليل، العيان بيخش في سيمبل جويتر او جويتروجينيسيس. معناها ان في دراجز موجوده زي الامينو ساليسيليك اسيد او الثيوسينيت اللي موجود في الارنبيت في بعض المواد الغذائيه، ده هو نفسه بيقل بيبدا ياثر في تكوين تي 3 وتي 4 ويعمل لي سيمبل جويتر. هي الاسباب دي كلها ازاي بتعمل لي الجويتر هنقولها في الاستاذ بعد كده. هنا بس هنتكلم على الديس هورمون، ودي حته مهمه ان في ديفيشنس في الانزيم ده اللي هو البيروكسيديز انزيم. البيروكسيديز ده اللي مسؤول عن الاكسديشن اوف ايودين او اكسديشن اوف ايودين، يعني بيعمل حاجه اسمها بندرت سندروم. بندرت سندروم ده بيبقى عباره عن كونجنتال ديفنس، العين ما بيسمعش، منتال ريتارديشن تخلف عقلي، يوتيزم يعني ما بيتكلمش، وعنده جيتر وهو اسمه اير، وعنده هايبوثيرويديزم. حاله من حالات ديس هرموجينيسيس او البندريف سندروم. ادي الجويتر اهي، والعيانه دي كان عنده كونجنتال دوارفيزم. كل ده ان في ديفيشنسي ديز انزايم. نتكلم على سيمبل جويتر كلاسيفيكيشن. سيمبل جويتر يا اما ديفيوز جويتر يا اما كولويد يا اما نيوترال جويتر. ازاي الحاجات دي بتعمل الجويتر اللي هو نقص في الايودين او لو كان نقص في الانزيمز او الجويتر؟ ازاي بيحصل؟ لما يحصل نقص في الايودين او الانزيم فيه مشكله فالتي 4 بيقل. فاحنا قلنا امبارح عن طريق النيجاتيف فيدباك بيبدا تي 3 وتي 4 لما يقل قوي بقول للانتيريور بتوع والهيبوثرمس طلعي لي الهرمون اللي عندك اللي بيشغلني، فتبدا تطلع تي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيمولينج هرمون، يجي تي اس اتش على الثايرويد ويعمل فيها هايبر بليزيا وهايبر فاسكولاريتي عشان تنزل تي 3 وتي 4. يبقى ده الميكانيزم ازاي الحاجات دي بتعمل لي الجود، يعمل هايبر بليزيا فبيكبر الجلاند ويعمل لي. هنيجي نتكلم على الاول نوع اللي هو الديفيوز جويتر، سيمبل ديفيوز جويتر. اللي بيحصل ان نقص في التي 3 وتي 4 فالتي اس اتش بيعلى قوي، فيبدا يخش على الجلاند يعمل لها ستيموليشن للثايرويد، فبيعمل فيها ستيموليشن. يعني ايه؟ يعني يعمل لي فيها ديفيوز هوموجينوس هايبربليزيا.
بيعمل الهايبر بليزيا وتبقى الجلاند كلها قماشه واحده. كل الهايبر بليزيا بتافكت كل بارت من الجلاند، تبقى هوموجينس كلها حاجه واحده، وكل الفولكلز اللي احنا عارفينها بتاعت الجلاند كلها بتبقى اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني بتشتغل وبتطلع تي 3 وتي 4. الكلام ده مهم عشان هنفرق بينه وبين الجويتر اللي بعد كده اللي هي الكولويد جويتر. يبقى هنا بيبقى فيه ديفيوز هوموجينس هايبر بليزيا وفي كل الفولكلز بتبقى اكتف، وهنا بقى يونيفورم ايودين ابتيك، تبدا كل الفولكلز تاخد الايودين بكميه واحده. واهم حاجه واهم ميزه في الموضوع ده ان هي ريفرسيبل. لو السيمولس بتاعتي وقف، يعني لو كانت ست بريجننت وولدت خلاص او الاسترس اختفى، بتبدا الجلاند ترجع تاني نورمال زي الاول. ادي الجلاند اهي ديفيوز هايبر بلاستيك جويتر، او اهي تلاقي الجلاند هنا كلها قماشه واحده، بمعنى ان هي بتلاقيها ديفيوز، كل الجلاند ديفيوز، وبتلاقيها سيمتريكال، النص ده زي النص ده، وسموث سيرفيس مفيش فيه irregularity، وسوفت موبايل مفيش توكسيك مانيفستيشنز، وبيبقى فيه مايلد انلارجمنت للجلاند. يبقى ده الايه الكلينيكال بيكتشر. علاج ايه الجلاند دي؟ في الغالب مفيش ليها علاج، لان احنا بنقول ان هي ريفرسبل. لو الاسترس وقف يبدا يحصل لها ريجريشن زي الاول، او انا ادي من عندي من بره تي 3 وتي 4 عشان ابدا اقلل التي اس اتش اللي عمال يعلى ويعمل لي هايبر بليزيا. دي الانديميك جوتر اللي احنا قلنا عليها. هنا في الواحات عندنا ابسوليوت ايودين ديفيشنسي، يعني اكتر من 10% من السكان بيعاني من المرض ده، عشان كده بنسميها انديميك جويتر. ادي دي اهي، دي تعتبر سيمبل ديفيوز جويتر اهي، اللي هي الانديميك جويتر. سببها ان عندهم هناك في مشكله في الايودين. علاجه سهل قوي، ان انا اديهم ملح الاكل بس يكون فيه ايودايز، في كميه ايودين عاليه. الايودين بيعمل ايه؟ ازاي ده بيعالج الايودين ده؟ حد من انتوا حضرتوا محاضره امبارح مش كده؟ سامعيني؟ لا يا دكتور ما حضرناش. السيستم ما كانش متاح. طيب احنا بنقول ازاي الايودين بيعالج الـ 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 المشكله ديت؟ المشكله ان لما ادي بدل العين الايودين فبيبدا يكون لي تي 3 وتي 4. تي 3 بالنيجاتيف فيدباك، التي 3 وتي 4 يبدا يقول للبيتوتري جلاند ما تنزليش تي اس اتش، وهو ده السبب في الجويتر، وبالتالي تتعالج المشكله كلها. هنتكلم عن النوع الثاني اللي هو الكولويد جويتر. الكولويد ممكن تعيد التريتمنت تاني؟ التريتمنت ان انا بدي العيان ايودايزد سولت، يعني ملح الاكل ده بحط فيه، بديله ايودين بمعنى اصح. ليه بديله ايودين؟ الايودين بيكون تي 3 وتي 4 زي ما احنا عارفين. فالتي 3 وتي 4 لما يتكون عن طريق النيجاتيف فيدباك يخلي البيتوتر جلاند ما تطلعش تي اس اتش. ده حاجه انا برضو الحاجات اللي لو ما فيش حد حضر، في انتوا عاملين تقريبا جروب على الواتس، لو حد مش فاهم حاجه يكلمني وانا ممكن اشرح له حتى لو كان فويس او حاجه. هنا في الكليه جويتر، هنا بقى العيان اتعرض للستريس، كل شويه اتعرض للستريس، فلما كل شويه اتعرض للستريس بيبدا يحصل ريبيتد فلكتويشن للتي اس اتش، يعني التي اس اتش يبدا يعلى نتيجه الاسترس، الاسترس يختفي، التي اس اتش يبدا يلطى، وهكذا كل شويه يحصل الموضوع ده. فيبدا يعمل ايه في الجلاند؟ يعمل هايبر بليزيا، بس يعمل لي هيتروجينس هايبر بليزيا، يعني كل الجلاند بيحصل لها هايبر بليزيا بس مش بدرجه واحده. يعني الرايت ممكن يبقى اكتر من الـ من الـ من الـ من الـ من الليفت، الابر بارت يبقى اكتر من اللور بارت، وهكذا. يبقى الهايبر بليزيا بتحصل صحيح بس مش بدرجه واحده، عشان كده الفوليكل كلها ما بتبقاش كلها اكتف. في فوليكلز اكتف مع الاسترس، وفوليكل تانيه بتبقى ان اكتف مع لما الاسترس يختفي. خلي بالكم ان ده مختلف عن النوع عن السيمبل جويتر. هنا في هيتروجينس هايبر بليزيا مش هوموجينس. هنا كل هنا هناك كان كل الفوليكلز اكتف، عشان دي كلها اسئله خلي بالكم. هنا الفوليكلز هنا في بعضها اكتف وفي بعضها ان اكتف. لو الايودين ريكويرمنت بقى ساتسفايد والعيان خد الايودين بتاعه، بتبدا الفولكلز تبدا تنكمش ويحصل فيها حاجه اسمها هايبر انفليوشن، حتى مش بترجع لحجمها الطبيعي، لا بترجع للحجم اقل من الطبيعي، ويحصل فيها هايبوبليزيا، وتلاقي الفولكل مليانه بالكولويد، وتلاقي الابيثيليوم نفسه اللي كان كولامنر ده بقى فلاتند ابيثيليوم.
دي برضو الكلية دي ممكن يحصل فيها ريجريشن وترجع تاني نورمال يعني ريفرسبل، ولكن في بيحصل منها مشكلة عشان بتبقى كبيرة قوي، ان ممكن تعمل لي بريشر مانيفستيشنز، يعني تضغط على التراكية وتعمل لي ديسنيا، تضغط على الاسوفجس وممكن تعمل لي ديسفيجيا صعوبة في البلع، او تضغط على ريكارنت الاوريجينال نيرف وتعمل لي تشينج في الفويس. اللي حاضر محاضرة امبارح يا جماعة هو اللي هيفهم الكلام، معظم الكلام اللي انا بقوله. ادي السيمبل جويتر اهي، كل اللي شايفه ده ده الكولويد، ادي الفوليكلز اهي ومليانه كولويد. ده انا كنت في الامتحان بتاع البراكتس كنت بجيب صور وتشرحوها، بس ان شاء الله في الغالب مش هنجيب صور عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليكم يعني. الكلينيكال اللي بقى كلينيكال بيكتشر، العين هتجي لي ازاي؟ هي عين هتجي لي ديفيوز سويلنج بينليس واسيمتريكال، يعني كله زي بعضه، سموث سيرفيس وسوفت موبايل ونو توكسيك انفستيشنز. ايوه معلش انا كان بس عندي مشكله في النت، احنا فاتني كتير ولا ايه؟ نعم نعم قول لي يا حبيبي احنا ايه؟ اي سؤال دكتور. تاني عشان ايوه حضرتك كان عندي مشكله بس في النت دلوقتي، انا فاتني كتير. لا احنا بص النهارده بنتكلم على في عجاله سريعه، بنتكلم على السيمبل جويتر. المحاضره النهارده سيمبل جويتر، سيمبل معناها نون توكسيك، يعني تريتي نورمال. وفي منها السيمبل، في منها 3 تايب، في السيمبل ديفيوز تايب، في الكولويد تايب، في بعد كده احنا خدنا السيمبل ديفيوز وقلنا سببها ان بيبقى في ايودين ديفيشنسي والجلاند كلها بتبقى هوموجينس، ها، والفوليكل كلها بتبقى اكتف. الكولويد جويتر بقى بتبقى هيتروجينس بليز بيحصل، والفوليكلز بعضها اكتف وبعضها ان اكتف. ده تقريبا خلاصه الكلام اللي انت ما لحقتوش. نعالج ان انا اما اديها ثيروكسين، بدي ثيروكسين تاني، بدي ثيروكسين اللي هو تي 34، بديهم اكسترنال من بره من عندي ادويه. ليه؟ عشان يشتغل على البيتوتر جلاند ويقول لها ما تنزلش تي اس اتش اللي هو بيعمل لي الجوك اللي هو بيعمل لي بليزم. لكن لو حصل بريشر مانيفستيشن لازم ابدل سب توتال ثيرويدكتومي، يعني لازم اشيل الجلاند او اشيل جزء من الجلاند. سب توتال يعني حوالي 4 جرام في كل لوب من الجلاند عشان العيان يعيهم، لكن عشان اشيل معظمها عشان اعمل ريليف للبريشر الموجود على التراكية او على الاسوفيكس. السيمبل النوع الثالث بقى اللي هو النيوترال جوتر. النيوترال جوتر عباره عن ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا لما في الـ في الـ في الـ في السيمبل ديفيوز جوتر يعني شويه ستريس مره واحده وخلاص فبتعمل لي الديفيوز جوتر. في الكولويد بيحصل ريبيتد ستريس، هنا بقى بيحصل كل شويه ستريس يعني اكثر من الكولويد جوتر، فبالتالي لما يحصل العين يخش في ستريس كل شويه فيحصل ريبيتد فلكتويشن للتي اس اتش ليفل. عيان خش في ستريس يبدا تي اس اتش يبدا يعلى، الاستريس اختفى يقل، بس العين ده كل اسبوعين ثلاثه يخش في ستريس. فبيحصل ايه بقى؟ بيحصل هايبربليزيا وهايبر فاسكولاريتي للجلاند، فيجي فينيول صغير او كابيلري بيتفرقع فيحصل هيموريدج. فطالما حصل هيموريدج جوه الجلاند فبيحصل نيكروزيس، في بعض الفولكلز بتموت فبتتكون ان اكتف نيديولز. بص الكلمه دي ادي نيديول اهي، دي كلها نيديول اللي انتم شايفينها دي. هنا بقى ما بتبقاش هوموجينوس هايبربليزيا، ده بقى فيه نيديول. السيرفيس بقى مبعجر باللفظ البلدي كده، بقى مبعجر، فيه نيديولز موجوده في الجلاند، والنيديول الجلاند دي كلها النيديول دي كلها بتبقى ان اكتف مش شغاله. دي عباره عن سيلز كلها ميته فيها نيكروزيس ما بتشتغلش. امال ايه اللي بيشتغل؟ الانتر نيديولار تيشو. ادي اللي بيتون الفوليكل اللي بيتون النيديول وبعضهم. خلي بالكم في فرق بين النيديول، كلمه نيديول، وفرق بين الفوليكلز. خلي بالكم النيديول دي عباره عن جزء من الجلاند اهو، ده كل ده نيديول اهو. الفوليكل اللي بين النيديول وبعضها هي دي اللي بتشتغل. هنا بقى بتبقى الجلاند اسيمتريكال. خلي بالكم الجلاند مش زي بعضها، تلاقي هنا كلكيعه هنا كلكيعه، هنا داخل جوه هنا طالعه بره وهكذا. فهنا بنسميها اسيمتريك انلارجمنت، والاقي فيه نيديول تحت الميكروسكوب، الاقي فيه كذا نيديول، وفي هيموريدج، في كالسيفيكيشن، في فايبروزيس، في سيستك ديجنريشن، تلاقي نيديول زي دي كل التشو اللي جواها
مره واحده بيحصل له ابزوربشن وتتحول لسيست. ادي هنا ادي الفايبرس تيشو اللي بتكون، وادي حوالينا النيديول اهو. هنا في هنا الفولكل هنا بصوا مليانه بالايه بالكولويد، فولكلز هنا مليانه بالكولويد ولايند باي فلاتند ابيثيلي. وهنا في فايبروزس اهو اللي انتم شايفينه، كل اللي ادي الفايبروزس يحوط شويه من الفولكلز ويعمل لي ايه، يعمل لي نيديول. العيان يجي بيشتكي من ايه هنا بقى، هذا الفرق بقى. هنا بص الجلاند هنا مش 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 سيمتريكال خالص، هنا في نديول اهي، وهنا في كمان نديول، وهنا في نديول اهي. فهنا العيان بيشتكي من بينلس سلولي جروينج سويلنج. وساعات كلمه السلولي جروينج دي يعني ايه يا جماعه؟ نقصد بيها ايه؟ حد كده من الشاطرين يقول لي كلمه السلولي جروينج كرونيك. ادي شوف الجروينج هنا، الجروس بتاع السويلنج بيكبر ببطء شديد قوي. ليه بنقول الكلمه دي؟ عشان نفرق بينه وبين ايه؟ الكانسر. الكانسر بيبقى فيه رابيد سويلنج، رابيد جروينج، واخد بالكوا ازاي؟ لكن هنا سلولي معناه ان ده بنايت ليزر. هنا كمان هل في بين؟ في بين هنا. العيان ده ممكن يحصل فيه بين، احنا قلنا بينس في الاول اهو، ولكن لو حصل هيموريدج، دي كابيلر صغيره او فينيول صغير فرقع وعمل هيموريدج جوه الجلاند، ممكن يعمل لي بين او اتحولت لكانسر. لان النوع ده بقى مشكلته ان ممكن يتحول للفوليكولار كارسينوما، ممكن يتحول لكانسر. ففي الحالتين دول يحصل بين في الجلاند. في بريشر مانيفيستاشن، طبعا ممكن تضغط الجلاند على التراكيه وتعمل لي بوزيشنال ديسنيا، يعني ديسنيا لو اوقفه العيان نايم. تضغط على الاسوفجس وتعمل لي ديسفيجيا، صعوبه في البلع. فيجيا يعني بلع، وديس يعني صعوبه. او تضغط على الريكارنت لارنجيال نيرف ويحصل تشينج في الفويس. الساينز هنا مفيش توكسيك مانيفيستيشنز، لان تي 3 وتي 4 نورمال. السويلنج بتاعنا اسيمتريكال ونودولار وفيرم وموف اب اند داون ويز ديجلوتيشن. العيان لما يجي يبلع ريقه السويلنج بتاعي بيتحرك لفوق ولتحت. التراكيه ممكن تبقى ديسبليزد من الميد لاين، والبالسيشن از فيلد. ليه برضه بنقول البالس هنا فيلد؟ لان في الكانسر البالس نفسه ما بيبقاش فيلد. هنا كمان ممكن يحصل ريترو سينال اكستنشن، يحصل جروث وهايبر بليزا للجلاند، وتكبر قوي في النيك، تروح نازله بعد كده ايه ورا الاسترنم في الشيست. نعرفها ازاي دي؟ اول حاجه ان نلاقي دايلت فينز على الشيست نتيجه ان بيحصل سيبيرو فينا كيف اوبستراكشن. اللور اتش بتاعت الجلاند ما اقدرش اجيبها خلاص، ده داخل جوه الشيست فما اقدرش اجيبها. لما اعمل بيركشن على البون الاقي فيه دالنس، المفروض الاقي يبقى ريزونانت. يعني شايفين التراكيه هنا فيها ايه؟ حد واخد باله؟ عشان ما تموش معايا احنا صايمين وهتناموا. التراكيه هنا فيها ايه؟ شايفين البولتر فين؟ كلها في الشيست. الشيست بص هنا ايه التراكيه دي اللي انتم شايفين السواد ده، هو ده التراكيه. حصل فيها ايه التراكيه؟ هو ده النورمال بوزيشن للتراكيه، مش هي هتبقى في السنتر؟ ايوه في السنتر يا دكتور. هنا بقى هنا حصل لها ايه؟ حصل لها شفت لاني ناحيه؟ الليفت سايد. شايفين ده الليفت سايد اهو، الجوتر كلها على اليمين اهي، شايفين؟ ضغطت على التراكيه وعملت لها شفت على الايه؟ على الليفت سايد. ادي برضه الجوتر اهي، لما كبرت قوي راحت نازله في الشيست اهو. والتراكية حصل فيها شيفت، التراكية البيضة دي نفس الكلام، في جزء من الجلاند نزل تحت في ريترو سيرنم في الشيست. دكتور في الصورة اللي قبل دي يا دكتور مش حصل لها للرايت سايد اللي قبل دي؟ دي؟ دي للرايت سايد، دي ما لهاش دعوة، دي حاجة ودي حاجة، دي هنا للليفت سايد، لكن هنا في الرايت سايد اهي. يعني هي ممكن تروح الرايت او الليفت عادي؟ تبع حجم الجلاند، تبع اي جزء من الجلاند. يعني الرايت توب لو كان كبير قوي وضغط قوي على التراكيه هيجيب التراكيه على الليفت، لو الليفت لوب العكس هيجيب التراكيه على الرايت. تمام تسلم. ادي الجلاند بعد ما اتشالت اهي، شوف النديول في كل حته، نديول
الفلوكوز مليانه بالكلويد اهي، هذه جلاند وهذه كل النيوديول اهي، شوف كم نيوديول، 1 2 3 كتير او مليان نيوديول. ايه بقى ايه الكومبليكيشنز؟ اول حاجه ان ممكن تعمل لي بريشر اتراكيه، فتره اتراكيه لو يوني لاتر كومبريشن ناحيه واحده بس هتعمل كينك للتراكيه زي ما احنا شفنا الصوره اللي فاتت عامله كينك على الليفت والصوره اللي انا عامله كينك على الرايت. لكن لو باي لاتر كومبريشن بتعمل انثروبوسيرور سليت، يعني ايه؟ يعني بتلاقي التراكيه مضغوطه من الناحيتين فبقت كان في الحته خط مستقيم. اللونج ستاندنج جويتر بتعمل حاجه اسمها تراكيه ماليشيا اللي هو ابزوربشن للتراكيه رينجز، تلاقي التراكيه رينج دي اللي هي الكارتج بيحصل فيها ابزوربشن، وتبقى التراكيه عباره زي الاسوفجس سوفت تيشو. ادي التراكيه النورمال بتاعنا اهو، شوف بقى في التراكيه ماليشيا الكارتج مش موجوده، فالعيان مع الاكسبيريشن التراكيه في الخالص اهو بيبقى فيه ديسني سيفير ديسني وممكن العيان يتخلي منها. احنا قلنا ممكن يحصل هيموريدج سادن هيموريدج تعمل لي سيفير بين، والهيموريدج دوت خلي بالكم لما بيحصل هيموريدج مش بيكبر الجلد وبس، لا ده بيعمل ريفلكس سبازم للبريتراكيا الماسلز، الماسلز اللي قدام التراكيا بيحصل فيها سبازم وكونتراكشر، فتروح ضغطه جامد قوي على التراكيا وتعمل لي ريسبيراتوري ديستريس. لازم في الحاله دي نخش على طول ونعمل ايفاكيوشن للهيماتوما دي. تاني كومبليكيشنز اللي ممكن تتحول لكانسر، يعني نوع من الكانسر احنا قلنا او هتعرفوا بعد كده ان انا عندي كذا نوع للكانسر في الثيرويد، في الانابلاستيك تايب والبابيلاري والليمفوما والميدلري والفوليكولار تايب، وده السؤال بيجي كتير قوي. يبقى نوع الكانسر اللي بيجي مع السيمبل نودولار جويتر نوع ايه؟ فوليكولار تايب. ده ممكن مش كده وبس، ممكن النوديول بتاعت الجويتر دي تتحول تبقى اوتونوموس ما لهاش دعوه بالخلايا بالجلاند الام اللي هو البيتوتري، وتبدا تطلع تي 3 وتي 4 كده حاجه ملهاش علاقه ملهاش اي كنترول، وده بيحصل في حوالي 30% من الحالات. بنسميها سكندري توكسيك جوتر. ليه بنسميها سكندري؟ ان الاول كانت هي سيمبل جوتر، العيان يقول لك انا قعدت 10 20 سنه سيمبل جوتر ما بشتكيش الا بس من حاجه في رقبتي، لكن مره واحده بقيت احس بدقات القلب وبقى في عرق وبقى في هوتنس وهكذا. دي مانيفستيشنز اوف توكسيك جوتر. نيجي نتكلم على الانفستيجيشنز، بعمل العيان تي 3 وتي 4 الاقيهم نورمال عشان افرق بينهم وبين التوكسيك جويتر، اعمل سونار في النيك عشان اشوف لو كان النيديول دي واحده ولا اكثر من نيديول ولا مالتي نيديول، سي تي نيك، اعمل حاجه اسمها فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. دي لما الاقي نيديول في الثيرويد انا اشك على طول في كانسر، ممكن حوالي 10% او 12% كمان من السوليتر نيديول لو كان في نيديول واحده في الجويتر في الثيرويد ممكن تبقى كانسر. فبجيب الابره اللي احنا عارفين الحقنه اللي بناخدها في العصر دي، بجيب السرنجه وادخلها في النيديول واعمل اسبيريشن وابعت الحاجات دي للمعمل يقول لي فيها كانسر او ما فيهاش. اعمل سكان ثيرويد سكان، هنعرف يعني ايه سكان. سكان بدل العيان ايودين مشع راديو اكتف ايودين او تكنيشن بحقنه في الوريد او راديو اكتف ايودين بيشربه زي اللبن كوبايه لبن، ويبدا الايودين ده تبدا الجلاند تاخد الايه؟ الايودين. بتحسبوا الايودين العادي اللي بيتكون بي تي 3 وتي 4، احنا بنضحك على الجلاند بمعنى اصح بنخمها يعني، فتاخده فتبدا الايه الجلاند لو هي توكسيك تاخد الايودين بشراهه وتروح عامله لي الايه يبقى في تي 3 وتي 4 عالي قوي عالي قوي. بعد كده اكس راي اقول لو كان في ريترو سيجنال ولا لا، بري اوبرتيف انفستيجيشن وهدخل العين عمليات اعمل له بقى التحاليل كلها. تي بي سي يعني ايه؟ حد يشاركني كده في الكلام عشان ايه؟ من انا ما نمشي معاه في التمرين. ها؟ تي بي سي معناها صوره دم. برافو عليك، هي صوره دم. كومبليت بلاد ايه؟ كاونت، كومبليت بلاد كاونت. وكده دي ايه؟ عيان داخل عمليات لازم اطمن على الكلى وعلى الكبد وعلى الحاجات دي كلها، ده ايه اهو غششته. كدني ايه؟ كدني فانكشن ايه؟ تيست. طب وهنا؟ ليفر؟ لا ليفر 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 فانكشن تيست. ها؟ اه
فاستنج بلاد شوجر اللي هو تحليل السكر. بعد كده بنعمل حاجه مهمه قوي اسمها اندايركت ايه لارنجوسكوبي، بدخل منظار عشان اشوف الفوكال كورد في حوالي تقريبا من 1-2% من النورمال بوبيليشن مننا كلنا كده بتلاقي عندهم الفوكال كورد اموبايل فيكسد، بس العيان عادي خالص بتنفس خالص. فاحنا بعد ما بنعمل الثيرويد بيجي دكتور التخدير يعمل المنظار بتاعه يقول لي، بيبص على الفوكال كورد يلاقيها ما بتتحركش، يقول لي يا دكتور انت ضربت الريكارنت الريجنير عورته، وهو ده اللي بيحرك هو ده اللي بيحرك الايه الفوكال كورد ريكارنت. لو انا عورته في اثناء العمليه يجي الدكتور التخدير في نهايه العمليه يقول لي بعد ما يعمل منظار ويلاقي الكورد فيكسد يقول لي انت عورت النيرف، اقول له لا، اقول له في 2% من الناس بيبقى اوريدي عندهم الفوكال كورد موبايل فيكسد. طب انت عرفت ازاي ان انا قبل العمليه بعمل العيان ده رينجوف؟ الله يكون فاهمت الحته دي. ادي السي تي نيك اهو، وادي التراكيه. ما احنا قلنا التراكيه لما يكون يونيلاتر كومبريشن فيعمل شيفت، او لو يخليها سليت لايك. ادي سليت لايك. نيجي السكان بقى. السكان بيتعمل ازاي؟ اللي هو المسح الذري بتاع الثيرويد بيتعمل ادي العيان اما راديو اكتيف ايودين، لا اما تكنيشن بحقنه في البريد، او الايودين يشربه بقى ايه اورال، يعني حاجه يشربها زي كوبايه اللبن. حاجه من ثلاثه، النيودول اللي موجوده عندي يا اما تكون هوت نيودول يعني بتطلع تي 3 وتي 4 بكميه عاليه، يبقى بتحتاج ايودين كتير ولا لا، يبقى في هنا اكسس ايودين ابتيك وده بيحصل في التوكسيك جويتر. او ورم نيودول زي الفانكشنج ادينوما، ادينوما بتكون تي 3 وتي 4 بكميه نورمال، فساعتها تبقى ورم نيودول، يبقى هنا في نورمال ايودين ابتيك. او كولد نيودول زي حالات الكانسر، الكانسر النيودول دي ما بتشتغلش خالص، ما بتشتغلش او الشغل بتاعها قليل قوي، فبتاخد كميه بسيطه من تي 3 وتي من الايودين، فهنا لو ايودين ابتيك. الفكره اللي يمكن يبين احسن شويه هوريها لكم بعد كده اهو، شايفين ادي النيودول اهو، دي هنعتبرها كانسر اهي، هنا ما بتاخدش الايودين وبالتالي تبان ابيض هنا اهو، اللي بياخد الايودين يبان اسود اهو، دي كولد نيودول. دي بتحصل في حاله الكانسر او لو كان لان فانكشنج ادينوما او سيست او هيمورج او حاجه بهذا الشكل. لكن لو نيودول وورم زي الادينوما، الفانكشن الادينوما اهي دي بتبان اسود اهي زي بقيه الجلاند بالظبط، حدودها بتاع الاشعه اللي يقدر يحددها لنا اهي. لكن لو هنا بقى النيودول دي توكسيك نيودول، يعني بتكون تي 3 وتي 4 بطريقه عنيفه جدا، فبتبقى شرهه للايودين، فبتاخد كميه عاليه قوي من الايودين، لما تاخد كميه عاليه يبان اسود بهذا الشكل، حتى السواد ده اقوى من ده واقوى من ده. شوف الفرق بين دي والفرق بين دي، ده هوت نيودول شغال على الاخر، ودي كولد نيودول مش شغاله خالص. دي بتبقى في التوكسيك ادينوما اللي هي توكسيك توكسيك نيودول يعني او توكسيك ادينوما، وهنا الكولد اللي احنا قلنا. بعد كده بنتكلم بقى على التريتمنت. النودول ريجوليتر ملهاش علاج الا سيرجيكال تريتمنت. عشان الجلاند، الجلاند طالما عامل لي بريشر مانيفستيشنز، طالما ممكن تتحول لكانسر، طالما ممكن تعمل لي مشكله تتحول توكسيك جويتر، طب ما اشيلها ورايح دماغي. يبقى انا بشيل ازاي الجلاند؟ اول حاجه ممكن اعمل حاجه اسمها بارشال ثيرويدكتومي، يعني اشيل معظم الجلاند واسيب بس 8 جرام في كل لوب. ليه بسيب ال 8 جرام؟ هو ده الجزء اللي العيان هيشتغل بيه، هيكون له تي 3 وتي 4 يعيش بيهم. طب بسيب انا جزء من الجلاند؟ بسيب البوستيريو ميديال بارت. ليه الجزء ده؟ لان هو ده اللي له ريليشن ب الباراثيرويد جلاند والريكارنت نيرف. يبقى هنا كده انا ضربته عصفورين بحجر، ان انا سبت جزء من الجلاند يشتغل بيه العيان وما قربتش من المنطقه الخطره بتاعت الجلاند اللي انا ممكن اعور فيها النيرف واعور فيها الباراثيرويد جلاند. وبعد ما اعمل كده اروح مدي للعيان سبريسيف دوز من الثيروكسين، اديله تي 3 او اديله تي 4. ليه بقى؟ لان ممكن يحصل ريكارنس، ال 8 جرام اللي شلتهم دول ممكن يكبروا تاني، فبدي العيان سبريسيف دوز من الثيروكسين عشان يقول لي تي اس اتش ما تشتغلش. خلي بالكم من الحته دي. او ان انا اعمل سب توتال، يعني اسيب بس 4 جرام بس من الجلاند، وبرده لازم ادي العيان سبريسيف دوز. طب ما ايه رايكم لما اريح دماغي خالص واشيل واعمل توتال؟
وحافظ ساعتها على ريكارنت وعلى باراثيرويد ساعتها. اعمل توتال عشان امنع الريكارنس. ساعتها اعمل ريبليسمنت دوز من الجلاند. ريبليسمنت دوز. خلي بالكم من الفرق بين ده وبين ده. حد يقرا لي دي عباره عن ايه الكلمه دي بتاعت الثيروكسين؟ يا ريت حد يعني ايه عشان ما نمشي منكم. دي ايه دي؟ بعد ما اعمل الثيرويدكتومي. سبريسيف دوز. سبريسيف دوز، الله ينور عليك. لكن لو انا عملت توتال بدل العين ايه؟ الاصفر ده مكتوب هنا ايه؟ ريبليسمنت دوز. برافو عليك. في فرق بين الاثنين طبعا. اه فرق. ده سبريسيف دوز معناه ان انا بعمل سبريشن دي اي تي اس اتش اللي بيطلع من البيتوتري عشان ما يعملليش ريكارنس. لكن الريبليسمنت انا شفت الجلاند كلها فلازم ادي حاجه تعويضيه، جرعه تعويضيه بقى بدل تي 34. يا ريت تكون اتفهمت ان شاء الله الحته دي. تاني ايوه اتفضل. تاني. بس سبريسيف دوز من الثيروكسين انا دلوقتي هنا انا عملت بارشل. سيبك من دي خلاص لان دي زي دي تقريبا في الكلام اللي هقوله. انا عملت بارشل يعني سبت جزء من الجلاند. سبت كام؟ 8 جرام عشان العيان يعيش بيهم، يطلعوا له تي 3 وتي 4 يعيش بيهم. كده اوكي؟ هنا اه معاك التي اس اتش اللي بيطلع من البيتوتري ممكن يزيد قوي تاني ويروح مكبر ال 8 جرام دول ويخليهم يكبر الجلاند تاني، يحصل ريكارنس تاني. خلاص؟ فانا اروح انا مين اللي بيوقف التي اس اتش اللي يتكون؟ اللي هو تي الثيروكسين، فاروح انا مد الثيروكسين من عندي من بره بسميه سبريسيف دوز. عشان يعمل سبريشن للبيتوتر جلاند ما تطلعش تي اس اتش. اتفهمت الحته دي؟ تمام. لكن بقى في التوتال خلاص انا شلت كل الجلاند، العيان كده هيعيش ازاي؟ ما عندوش حاجه تطلع تي 4. فاروح انا اعمل له ريبليسمنت من عندي من بره. وصلت يا دكتور. طيب يا حبيبي. هنا بقى لو حصل كومبليكيشنز لو تحولت لتوكسيك جويتر اما اعمل سب توتال ثيرويدكتومي او ادي العيان ريديو اكتيف ايودين. او لو اتحولت لكانسر اعمل توتال ثيرويد. لو حصل ريترو سيلن اكستنشن اعمل سيرجيكال اكستنشن. لو حصل هيموريج لازم اعمل اسبيريشن او اعمل سب توتال ثيرويد. الحته دي هنتكلم عليها بالتفصيل في التوكسيك جويتر بعد كده وفي الكانسر بعد كده. ادي الجلاند دوت الحته دي اللي احنا بنسيبها. ده توتال بصوا هنا ثيرويد لوبيكتومي بشيل الرايت عشان انا شلت هنا الرايت لوب والاثمس اهو. هنا سب توتال بص سبت 8 جرام بس هنا سوري سبت هنا 4 ده 4 جرام اهو ده المتبقي كل ده شيل اهو توتال شلت الجلاند كلها. ادي الجلاند بعد ما اتشالت اهي. ادي السكار بتاع العمليه كونفنشنال ثيرويدكتومي. يعني ايه كونفنشنال؟ كونفنشنال يعني انا عملت عمليه جراحيه اوبن يعني جبت المشط وفتحت العيان. لكن اندوسكوبي عملت منظار دخلت منظار في فتحه صغيره قوي وشلتها بالمنظار. طبعا دي ريسك شويه المنظار ده السكار بعديها بعد حوالي شهر من العمليه يعني بيبقى السكار بنسميه كولر انسيجن زي العقد كده. هنا بقى ترانس اورال اندوسكوبي ممكن اشيل ممكن انتوا دلوقتي بتسمعوا كلام كتير قوي ان حتى الفيس ليفت شد الوش بيعمله بالمنظار دلوقتي. ادي المنظار اهو ممكن اشيل الجلاند دي بالمنظار بدخلها شوف فين ما بين الليب وما بين الجم اهو المنظار بدخله وبيقبل الفتحه بتاعته صغيره قوي ممكن ما تبانش حاجه من بره خالص. ودي الكومبليكيشن. احنا بنقول ايه بقى؟ احنا كده خدنا محاضرتين في الثيرويد الاناتومي وفي السولوجي وخدنا المحاضره الثانيه اللي هي الجويتر. في دلوقتي حصل لخبطه في ما بين الطلبه حتى بعض الاساتذه في جدول المحاضرات. هو المفروض اليوم الواحد انا بدي فيه ليكو بدي فيه محاضرتين. المفروض بقى اللي وصل لي دلوقتي من 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 اداره الكليه ان المحاضرتين حقهم يبقوا مختلفين. يعني انا امبارح النهارده دلوقتي انا المحاضره عدتها مرتين وامبارح عدتها مرتين. المفروض نتابع تقسيماتكم انتوا عند في مجموعه A وفي مجموعه B. فهي المفروض المحاضره الاولى امبارح انا بتكلم على يوم السبت على امبارح المحاضره الاولى تتاخد وتتعاد بقى النهارده تاني تبقى هي المحاضره اللي هي في 4 وثلث زي دلوقتي. يعني محاضره امبارح بتاعت الساعه 10 الا ربع تتاخد النهارده الساعه 4 وثلث والمحاضره الثانيه تتعاد النهارده الساعه 3 الا ثلث.
فمش عارف انتم لسه متلخبطين. يعني انا حق اليوم ادي فيه محاضرتين مختلفين، مش بعيد مش بعيد نفس المحاضره. فعلا يا دكتور امبارح A1 تاخد المحاضرة الأولى، A2 تاخد المحاضرة الثانية، وهكذا النهاردة B1 تاخد المحاضرة الأولى، B2 تاخد المحاضرة الثانية. يعني احنا يعني الكلام كده صح؟ برافو عليك. صح. إذا المفروض يعني المحاضرة الأولى دي دلوقتي احنا ما حضرناهاش B1. تمام تمام. ما هو ده اللي أنا وصلت لي من إدارة الكلية، لأن هو الجدول كان فيه يعني شوية لخبطة يعني. Anyhow يبقى احنا ليتر أون بعد كده هندي في اليوم الواحد فيه محاضرتين مختلفين. خليكم معايا عشان الكهرباء هتفصل عن اللابتوب. سامعيني كده؟ يبقى ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنبدا يعني هدي في اليوم محاضرتين مختلفين بترتيب مختلف. يعني طبعا ثانيه واحده هكمل كلامي، والله انا عارف هتقولوا ايه، انا بكمل. الاسبوع الجاي هنبدا محاضرتين مختلفين في اليوم الواحد بترتيب مختلف زي ما احنا قلنا. يعني المحاضره ايه يعني رقم واحد مثلا يوم السبت هتتقال محاضره رقم اثنين يوم الاحد. تمام. في بقى ناس كده فاز عليها محاضره مش كده ولا ايه؟ مش ده اللي انت عايز تقوله فيه ولا ايه؟ في ناس يا دكتور راح عليها المحاضرتين اصلا. في ناس راحت عليها المحاضرتين. في ناس كتير ما حضرتش المحاضرتين لان السيستم كان عطلان. لا 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 ثانيه بس يا محمود استنى. لا دي يعني انا بكلم على اللي المفروض نعمله. لو انتوا عايزين ان شاء الله من الاسبوع الجاي